ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا حبيت بس اوريكم عروسه طالبه مني اعمل لها العلب ديت، وقبل ما اخرجهم حبيت اوريهم لكم. كانت واخده مني الملايات السيري دي التركي، وطلبت مني 8 علب. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يبارك لها فيهم. بصوا يا جماعه، دي سرير كبير. بصوا بقى اللون البامبا بتاعها، بصوا الكنار عامل ازاي. ده شغل علب يا جماعه، قطن. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يبارك لها فيهم يا رب. قبل ما اطلع الحاجه بحب افرجها لكم، عشان اللي عايز بيطلب مني بيقول لي انا عايز يعني الشغل ده كذا عروسه طلبته مننا. فبسم الله ما شاء الله، انا قلت اوريكم الشغل يا جماعه عشان اللي عايز بيطلب، وان شاء الله ليله واحده والمصنع على طول بيخلص لهم. اهو بص دوت اللون اللي بامبا، بصوا عامل ازاي. بصوا يا جماعه، طلبه اللون البامبا الجميل دوت، اللهم بارك. طلبه الكحلي ده برده عشان كنت عاملهم العروسه. اهو بسم الله ما شاء الله، انا قبل ما اوديهم للمندوب يطلعهم حبيت اعمل لكم بيهم فيديو، لان احنا طبعا ضغط الشغل ما كناش بنعرف نعمل فيديوهات. بحاول بقدر الامكان، هو معلش فيديو يبقى قصير بس عشان اوريكم كل جديد عندنا. بص طلبه الكحلي عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا برضو ذوقها ما شاء الله جميل. بصوا الكشمير عامل ازاي، بصوا شغل الكنار عامل ازاي يا جماعه. هي خدت مني الساده والسري دي التركي، وخدت بصوا 7 علب ما شاء الله، الوانها كلها مختلفه. بصوا يا جماعه اللون ده عامل ازاي، وبصوا الكنار. وطلبت برضك الموف الجميل ده، بصوا هي مغيره في الكنارات اللي فيهم. اهو بصوا ما شاء الله، برضو حابه تعمل حاجه مختلفه. طبعا علبه مش هينفع افتح واطلع لكم حاجه، بس الناس اللي بتاخد مننا وعارفه. بصوا العلبه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ده يا جماعه شغل من مصنعنا وشغل جمله. العلبه دي مش هتلاقوها بره مش اقل من 700 جنيه. بصوا عامله ازاي، احنا بنبيعها ب 520 جنيه ما شاء الله، بياخدوا الناس مننا ويبيعوا. بصوا يا جماعه العلبه دي ما شاء الله، اللي بيعملها يعني اللي بياخدها ممكن تقول لي مثلا اختي عايزه زيها، بنت خالتي عايزه زيها، لان هي شكلها في العلبه بس لما بتتفرد ما شاء الله الكنار بتاعها عريض وجميل. اهو بصوا العلبه عامله ازاي، الحاجه دي بتبان طبعا في لما بتتفرد. بصوا هي زي ما انا قلت لكم الاطفال، في منها يعني في واحده طالبه مني، هي طالبين مني اهو. بص الاثنين بتوع الدخله، يعني هي عامله بتاعه الدخله دي بديل المفرش التركي. اهو بص عامله عشان تفرش على السريرين. هي العروسه دي اللي شغلها هيروح لها دلوقتي. دي بص ده سرير كبير وعامله منه الاطفال، هو سرير الاطفال بديل المفرش التركي. بصوا الكنار بتاعها عامل ازاي، دي يا جماعه بتاعه الاطفال. ملايتين واتنين خدديه واتنين مخده ما شاء الله ب 520 جنيه. السرير الكبير 420 جنيه. يعني بصوا ما شاء الله علبه تتكون بصوا من كام قطعه، دي تفرشوا على سرير الاطفال ليله الدخله، وهو ده اللون اللي طالع، اللون الافويض طبعا مش اللون الابيض ده، يعني حاجه طبعا خلاص، بس هو اللون ده هو العرايس بتطلبها مني على طول. هي بصوا طالبه مني ايه، اهو ده للسرير الدخله وده للسرير الكبير. كل ده يا جماعه شغل قطن. واللي عندها كنار بتبقى مثلا بتقول يا جماعه انا عايزه الكنار ده، لو موجود عندنا بنعمله. الشغل العلب، الشغل السرير الكبير 420، السرير الاطفال ملايتين اتنين خدديه كيسين، دي عامله 520 جنيه. دول يا جماعه هيستلموا دلوقتي العروسه، ربنا يبارك لها فيهم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. انا حبيت اطلع لكم طبعا فيديو بيهم قبل ما يطلعوا، لان الناس بتزعل مني بيقولوا لي انت ما بتوريناش شغل العلب. انا طلعتهم يا جماعه، ومعلش اعذروني ما بقاش في وقت والله. اللي عايز في توصيل المندوب بيودي لكم لاي مكان، احنا من مدينه السلام اسكندريه، اللي عايز ميدان اسكندريه بنوصله لحد الميدان مجانا. اللي عايز ينورنا يا جماعه ويجي حاجتنا الحمد لله، شغلنا كله على الطبيعه، وبنفرش على فكره كل الشغل اللي على الصفحه فارجينه على سريرنا على الطبيعه، والناس اللي بتاخد مننا عارفه. اللي عايز يشرفنا في البيت بيجي اهلا وسهلا، بنفرد له الملايات بتاعتنا وبنوريها له، واحنا تحت امركم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.